أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ففي ملاحظة عابرة أدرك أحد العلماء وهو واقف على رصيف إحدى محطات القطار أن صوت القطار تتزايد نبرته أو ترتفع نبرته بقرب القطار من المحطة، وتتناقص هذه النبرة ببعد القطار عن المحطة. فاستنتج من ذلك أن الصوت يتحرك في موجات، وأن هذه الموجات كلما كانت قريبة من الراصد كلما ارتفعت نبرتها، كلما تضاغطت فارتفعت نبرتها، وكلما بعد مصدر الصوت عن الراصد تتباعد هذه الموجات فتنخفض النبرة. وتساءل العلماء هل ممكن أن ينطبق نفس الشيء على الضوء؟ ونحن نعلم أن الضوء المرئي من أشعة الشمس حزمة من الأطياف ذات أطوال مختلفة، عرف منها الإنسان الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي. فأتى أحد العلماء بمصدر للضوء وبمنشور زجاجي ورصد تحلل النور الأبيض، نور النهار الأبيض أو الضوء الصادر من مصدر، تحلله في هذا المنشور نتيجة لبعد المصدر أو اقترابه من الراصد. فأدرك أن مصدر الضوء كلما اقترب من الراصد انزاحت حزمة الضوء بأكملها إلى الطيف الأزرق، وإذا بعد عن الراصد انزاحت حزمة الطيف كلها إلى الطيف الأحمر. وسميت هذه الظاهرة بظاهرة انزياح أطياف النور الأبيض إلى الطيف الأحمر أو إلى الطيف الأزرق، أو سموها الريد شيفت أو البلو شيفت. هذه الملاحظة كانت مفيدة جدا في رصد العلماء للنجوم، والنجوم كما أشرنا في حلقة سابقة هي من أعظم دلالات القدرة الإلهية، لأن النجم عبارة عن كتلة من الغاز تكثفت على ذاتها بإرادة الله سبحانه وتعالى، بدأت بداخلها عملية الاندماج النووي فتشتعل وتتقد وتلتهب وتصدر كما كبيرا من الطاقة. هذه الطاقة التي تصدر من النجوم لها أطوال مختلفة، منها القصير جدا ومنها الطويل جدا، أشعة جاما، الأشعة السينية، الأشعة المرئية، الأشعة فوق الحمراء، الأشعة تحت الحمراء أو فوق البنفسجية، أشعة الراديو ذات الأطوال البعيدة للغاية. فهذه الأشعة الناتجة من النجوم حاول العلماء أن يتعرفوا على النجوم من خلال رصد أشعاتها، وأشرنا في حلقة سابقة أن الإنسان من فوق سطح الأرض لا يرى النجم بطريقة مباشرة، ولكنه يرى مواقع مرة فيها النجم، أو بمعنى آخر يرى الضوء الذي انبعث من النجم. فبدأ العلماء مع مطلع القرن العشرين يرصدون مواقع النجوم، وبرصد مواقع النجوم بدأوا يتعرفون على شيء من صفات الكون الذي نحيا فيه، ضخامة أبعاده ودقة بنائه وتعدد أجرامه وضبط حركاته. كل هذا بدأ يظهر في علماء الفلك منذ العهود أو العقود الأولى من القرن العشرين. وفي أثناء عمليات الرصد هذه لاحظ بعض العلماء أن الضوء القادم إلينا من النجوم البعيدة ينزاح كله إلى الطيف الأحمر. وتساءل العلماء هل معنى هذا
أن النجوم تتباعد عنا؟ وإذا كانت تتباعد عنا، ما هو دور الجاذبية في الحفاظ على علاقة أجرام السماء ببعضها البعض؟ إذا كانت المسافات تختلف ضاع دور الجاذبية. وبدأ جدل واسع بين العلماء، هل معنى هذه الحقيقة أن النجوم تتباعد عنا؟ وإذا كانت تتباعد إلى أي مدى وإلى أي حد؟ استمر هذا الجدل أكثر من ربع قرن حتى تمكن العلماء بمشاهدات حسية وبحسابات رياضية من التأكد من حقيقة تباعد النجوم عنا. واتضح لعلماء الفلك أن الذي يتباعد ليست النجوم في المجرة الواحدة، ولكن المجرات تتباعد عن بعضها البعض. ومع تباعد المجرات ظهرت حقيقة كونية أطلق عليها العلماء اسم ظاهرة اتساع الكون، أو الكون المتسع، The Expanding Universe. اتساع الكون أثار جدلا علميا طويلا في النصف الأول من القرن العشرين، واختلف العلماء هل يمكن للكون أن يتسع وتظل علاقاته النسبية مع بعضها البعض ثابتة، حتى استقر الرأي على أن اتساع الكون حقيقة كونية يمكن أن تقاس، وأن المجرات تتباعد عنا بمعدلات قد تصل أحيانا إلى ما يقترب من سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية. وأدرك العلماء أن الذي يتباعد هي المجرات، أما النجوم في داخل المجرة الواحدة فعلاقاتها ثابتة مع بعضها البعض. وأدرك العلماء أيضا أن المادة والطاقة يتخلقان لملء المساحات الناتجة عن عملية الاتساع فورا، من أين لا يدري أحد. وكأن الله تعالى يرينا في سطح السماء الخلق من العدم كما خلق هذا الكون أول مرة. عملية اتساع الكون أثارت جدل علمي وفكري كبير بين الناس خلال القرن العشرين، حتى تطورت تقنيات الإنسان، فأدرك الإنسان أن هناك درجة حرارة ثابتة في منتصف الستينيات من القرن العشرين، درجة حرارة ثابتة على أطراف الجزء المدرك من الكون. هذه الدرجة من درجات الحرارة حوالي 3 درجات مطلقة، يعني ناقص 270 درجة مئوية، أكدت للعلماء بما لا يرقى إليه شك أن هذا الكون الذي يتسع باستمرار قد انطلق أصلا من نقطة واحدة. وقال العلماء أننا إذا عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن، فلا بد لهذا الكون بكل أجرامه وبكل المكان والزمان الذي يحتويه وبكل صور المادة والطاقة التي تبنيه، لا بد أن يلتقي ذلك كله في نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الكثافة والطاقة. حينما أثار الجدل عن توسع الكون واختلف العلماء يعني كثيرا عن إمكانية بقاء الكون منتظما وهو يتسع، استقر الرأي في النهاية إلى أن اتساع الكون حقيقة علمية تقاس من مراصد مختلفة، وأن بعض المجرات كما أشرت يبعد عنا أو يتباعد عنا بطريقة مستمرة بمعدلات قد تصل أحيانا إلى ما يقترب من سرعة الضوء. وأصبح من حقائق الكون الثابتة أن من صفات هذا الكون أنه كون دائم الاتساع. ونعود إلى كتاب الله فنجد ومضة قرآنية مبهرة أنزلها ربنا تبارك وتعالى من قبل 14 قرنا في محكم كتابه في سورة الذاريات، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: ويعجب الإنسان على هذه الصياغة القرآنية المبهرة قبل 14 قرنا،
من كان في هذا الكون يدرك غير الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة الكونية؟ من من أهل الأرض كان يدرك من قبل 14 قرنا أننا نحيا في كون دائم الاتساع باستمرار؟ فيقول عز من قائل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وموسع اسم فاعل، حتى يدرك القارئ لهذه الآية الكريمة أن الذي يوسع الكون هو الله سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته. وانظروا إلى الصياغة المصدرية الرائعة التي توحي بشيء من الاتساع في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل إلى نهاية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وقلت أن العلماء أدركوا أن على أطراف الجزء المدرك من الكون درجة حرارة ثابتة، ثلاث درجات مطلقة، والصفر المطلق ناقص 273 درجة مئوية، يعني حوالي ناقص 270 درجة مئوية. قال العلماء: إذا عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن فلا بد وأن تلتقي كل مادة الكون، كل المكان والزمان وكل صور المادة والطاقة وكل الأجرام على اختلاف طبيعتها وهيئاتها وأشكالها وكتلها وأحجامها، يلتقي ذلك كله في نقطة واحدة تمثل بداية هذا الكون. وسموا هذه النظرية باسم نظرية الانفجار العظيم أو The Big Bang Theory. وثار جدل طويل حول نظرية الانفجار العظيم، يعني كيف يمكن أن نثبت ذلك؟ يعني التحدث عن أصل الكون وخلق الكون وعن قضية الخلق بصفة عامة، قضية غيبية لم يشهدها أحد من الناس ولم يستطيع إنسان أن يجزم فيها جزما قاطعا. ولذلك يعلمنا ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه بقوله عز من قائل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وإن كانت هذه الآية الكريمة جاءت في الرد على الجن، لكن الجن كان خلقا سابقا في وجوده للإنس على الأرض، ولذلك تجمع كل من الجن والإنس، ما في أحد شاهد من الجن أو الإنس شاهد عملية خلق الكون، ولا يمكن أن يصف هذه العملية بحقيقة قاطعة أبدا. لا يستطيع العلم الكسبي في قضايا الخلق بصفة عامة، قضايا الخلق بأبعادها الثلاث، خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، أن يتجاوز مرحلة التنظير. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ولكن القرآن الكريم الذي أنزل لنا فيه ربنا تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة يأمرنا في آيات كثيرة بأن نتأمل في قضية الخلق، فيقول سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ويقول عز من قائل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذلك إذا جمعنا بين هذه الآيات يتضح لنا حقيقة مهمة للغاية مؤداها أن قضية الخلق بأبعادها الثلاث، خلق الكون، خلق الحياة، وخلق الإنسان، قضايا غيبية لا يمكن للإنسان إذا خاض فيها بعقله منفردا ولا بحسه منفردا أن يصل فيها إلى قناعة صحيحة. ولكن في نفس الوقت قد ترك لنا ربنا تبارك وتعالى في صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان بقدرات عقله المحدودة وقدرات حسه المحدودة أن يصل إلى تصور ما عن كيفية الخلق. ولذلك نقول أن النظر في قضية الخلق بمعزل عن الإيمان بالخالق، بمعزل عن الإيمان بالله، متاهة يضيع فيها الإنسان ويتوه، يعني توهانا شديدا للغاية. فقضية الخلق لا يمكن للعلم الكسبي الذي يكسبه الإنسان بالنظر في صفحة الكون واستقراء سنن الله فيه، لا يمكن بهذا الجهد منفردا أن يصل فيها الإنسان إلى تصور صحيح، بل الإنسان محتاج بالإضافة إلى الشواهد الحسية التي تركها له ربنا تبارك وتعالى في صخور الأرض وفي صفحة السماء إلى شيء من الهداية الربانية يستعين بها لكي يصل في قضية الخلق إلى تصور صحيح. ولذلك نقول أن كون الله سبحانه وتعالى قد ترك لنا
ظاهرة توسع الكون، ظاهرة يمكن للإنسان بحسه المحدود وقدراته التقنية المحدودة أن يقيسها من فوق الأرض. ومن الغريب أن الله سبحانه وتعالى من صور التسخير لهذا المخلوق المكرم وهو الإنسان، أن الإنسان يستطيع الآن من فوق سطح الأرض عن طريق تحليل أشعة أي نجم أن يدرك تركيبه الكيميائي، درجة حرارته، درجة لمعانه، كتلته، حجمه، كثير من صفاته الأخرى، سرعة دورانه حول ذاته، سرعة جريه في مداره، سرعة تباعده عنا أو قربه منا، من مجرد تحليل طيف هذا النجم. ولذلك حينما أدرك العلماء قضية توسع الكون قالوا لا بد أن هذا الكون قد بدأ في نشأته من نقطة صغيرة كانت تتكدس فيها كل أشياء هذا الكون، المادة والطاقة والمكان والزمان. انفجرت هذه النقطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى فتحولت إلى غلالة من الدخان، وخلق الله تعالى من هذا الدخان الأرض وباقي أجرام السماء. هذه النظرية التي عرفت اسم نظرية الانفجار العظيم لا يزال علماء الفلك مختلفون عليها حتى اليوم، وإن كانت هناك شواهد كثيرة تدعمها، منها توسع الكون، منها وجود درجة حرارة ثابتة على أطراف الجزء المدرك من الكون، منها أن تلسكوب هابل الذي أرسل إلى الفضاء ليتجاوز نطاق السحاب ويتجاوز الملوثات في النطاق السفلي من الغلاف الغازي للأرض، صور على أطراف الجزء المدرك لنا من الكون شيئا من الدخان الأولي الذي خلق الله تعالى منه هذا الكون. هذه الشواهد تؤكد لنا على أن نظرية الانفجار العظيم هي أكثر النظريات قبولا عند علماء الفلك اليوم. ولكننا نحن المسلمين نعود مرة أخرى إلى كتاب الله فنجد ومضة قرآنية مبهرة تؤكد على هذه النظرية. يقول فيها ربنا تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا يؤمنون. والرتق في اللغة هو عكس الفرق. الرتق في اللغة هو الجمع واللم والتكثيف، والفتق هو الانفجار والانتشار والانتفاض. كانتا رتقا يعني كانتا جرما واحدا. قدامى المفسرين كانوا يقولون أن الأرض كانت ملتصقة بالسماء. لا، ليست هذه القضية، بل إن كل مادة الكون بأرضه وسماواته أو بأراضيه وسماواته كانت مكدسة كلها في نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة. فجر الله تعالى تلك النقطة فتحولت إلى سحابة من الدخان. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذه الآيات بدءا من القسم بمواقع النجوم، ثم الإشارة إلى توسع الكون، ثم الإشارة إلى بدء الخلق من دخان، ثم الإشارة إلى قضية الفتق والرتق، كل ذلك يؤكد لنا نحن معشر المسلمين على أن نظرية الانفجار العظيم التي لا يستطيع العلم الكسبي أن يتجاوز بها مرحلة التنظير هي عندنا حقيقة كونية ثابتة، ليس لأن الإنسان قد وصل فيها إلى حقيقة، ولكن لمجرد وجود هذه الإشارات القرآنية المبهرة في كتاب الله. قول الحق تبارك وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وقوله عز من قائل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ثم قوله عز من قائل: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما
وجعلنا من الماء كل شيء حي. ثم قوله عز من قائل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ولذلك نقول أن الخلق عن طريق نقطة واحدة بدأ بها ربنا تبارك وتعالى إبداع هذا الكون، كدس فيها كل المكان والزمان وكل صور المادة والطاقة، ثم فجرها ليحولها إلى سحابة هائلة من الدخان. وأنه تعالى بعلمه وحكمته وقدرته خلق من هذا الدخان كل أجرام السماء كما خلق الأرض. أجرام السماء على تباين صفاتها وطبائعها ودرجات حراراتها وأحجامها وكتلها، كل ذلك أبدعه ربنا تبارك وتعالى من مصدر واحد. ويحتار العلماء هل عملية توسع الكون ستستمر إلى ما لا نهاية أم أن هناك نهاية لا بد أن يتوقف عندها هذا التوسع. وسنجيب على ذلك إن شاء الله تعالى في لقاء آخر نفصل فيه كيفية شرح القرآن الكريم لنهاية عملية الخلق هذه ونهاية هذا الكون. ومن ذلك يتضح لنا بجلاء أن الإشارات الكونية عن عملية الخلق في القرآن الكريم إذا أضفناها إلى المشاهدات الحسية في صخور الأرض وفي صفحة السماء يمكن أن تعيننا نحن معشر المسلمين ولا تعين غيرنا أبدا. المسلم وحده هو الذي بيديه مفاتيح هذه القضية، قضية الخلق بأبعادها الثلاث: خلق الكون وخلق الحياة وخلق الإنسان. وإن شاء الله تعالى سنفصل ذلك تفصيلا أكثر في لقاء قادم. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.